ازاي اعرف مشيئة ربنا يعني في حياتي؟ بصلي من اجل مواضيع كتيرة ومش قادر اعرف برضو ايه هي مشيئة ربنا. ربنا مش بيتعامل معانا كمدرس مع تلميذ، ربنا بيتعامل معانا كأب مع ابنه. فأنا أقول له بص يا رب أنا رميت عليك، هتقول لي أعمل إيه؟ أوكي، مش هتقول لي أنا همشي، لو لقيتها ملخبطة غير لي إيه، وقفها لي وافتح لي الباب اللي أنت عايزه. فهتبص تلاقي أحيانا الواحد وهو بيصلي يقفل الباب اللي بداه وجاله باب جديد. فمش عايز أي روح من اليأس يدخل في المؤمن، دايما فرحان ومتهلل والأمور ماشية كلها زي الفل. طيب لما قدسك تقول يعني بنلاقي باب اتقفل وباب تاني اتفتح، ففي سؤال فعلا على الجزئية دي بيقول لما حصل معاه كده هو حس ان ربنا بيجبره على طريق بدون ارادته، يعني هو مش عايز الباب اللي اتفتح، هو عايز الباب اللي اتقفل، فبيقول طب ليه ربنا لا يحترم ارادتي وخدني في طريق بالاجبار انا مش عاوزه؟ كلمة إرادتي دي تحتاج لمفهوم سليم. إرادتي إن أنا أكون في حضنك يا رب، لكن إرادتي إن أنا أروح الكلية كذا أو كذا أو كذا، أنا مش عارف، أنا مشتاق إن أنا أدخل طب، وأنت فتحت لي إن أنا أدخل صيدلة، وأنا هدخل. لو قفلت الباب وفتحته تاني هقبله، لكن بلاش نخلي إرادتنا يعني فيها عنف مع ربنا. لا، قبل اللي انت عايزه، انا اعرف بكرة يحصل ايه. يعني اتذكر لما دخلت كلية التجارة، ففي ناس قالوا لي ايه رأيك سيبك من تجارة وتعالى ادخل حقوق، والمجموع بتاعي داخلني هنا وهنا. فقلت له هو جه تجارة أنا هكمل في التجارة. قال لي مش هتلاقي شغل. قلت له ما يهمش، أنا اتخرجت سنة كام؟ أنا دخلت 53 خلصت 57، على ما أظن مش متذكر 56 أو 57، جه عبد الناصر طرد كل الأجانب، حتى بنك باركليز لغوه وحولوه إلى بنك اسكندرية. وأصبح في إمكانية للتجارة أكتر من الحقوق. ولما قدمت الحقيقة امتحاني كان حق اتنين من كانوا هما الاتنين كانوا في باركليز بنك وتحول بقي بنك اسكندرية. فبصوا للنجاح بتاعي فلقيوا مادة اسمها البنوك واخد فيها امتياز، فتأثروا جدا ان انفع. وبعدين بدوا يسألوني اسئلة في حاجات انا جاوبتها صح وانا ما اعرفش هي صح ولا غلط. او يعني اتذكر من غير ذكر اسماء الاتنين، لكن انا بقرا بالانجليزي، قال لي اقرا، فجيت عن السنه مثلا 1920 مثلا، فقلت 1920، قال لي بس خلاص قبلوني. لو قلت 1920 يقول لي مع السلامه، وانا ما كنتش اعرف ان دي صح او غلط. كل اللي عملته ان ايه، يمكن سمعتها مره من حد فرحت قايلها 1920. فدخلني. وبعدين جابوا واحد من يعني خاص بالبنوك على مستوى العالم، وهو يعني كان انسان حلو قوي، يتكلم صعيدي 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 في العربي، ويتكلم انجليزي امريكاني A1، ما تميزوش عن اي واحد امريكاني. وبعدين عمل لنا محاضرات، بيمر كده لبعض البنوك ويعمل المحاضرات، فحضرت وسأل سؤال أنا لغاية النهاردة مش متذكر إيه السؤال. قال السؤال ده في أكتر من اجتماع في البنوك، يعني سواء في مصر أو خارج،
ما حدش بيجاوب. فإيه رأيكم؟ فجيت إيه؟ فهو سأل، أنا يعني لا اشتغلت في البنوك قبل كده ولا يعني على قد قدرتي. فسألت قلت له أنا ليا رأي، فقلت له الرأي. قال لي أول مرة ألاقي إنسان يجاوب السؤال ده صح. فالموضوع مش موضوعي أنا ولا شطارتي. وأحيانا يعني أنا مثلا ما أعرفش أكتب بسرعة في الطيب، فودوني عشان أكتب على الكمبيوتر ما بقدرش. اللي طالع من دبلومة يكتب أسرع مني 100 مرة. لكن ربنا اداني، دخلت في قسم معين وعايز، مش عايز كتابة بقدر ما عايز فهم ولقاءات مع الشركات وحاجات زي كده، وربنا ادى نعمة ومشت. فده التسليم في ايدين ربنا، مش ان انا عايز دي يعني دي، ولا ان انا ناجح او فاشل. ربنا قفل عليا موضوع الكمبيوتر والحسابات، وقال لي تعالى اشتغل في الكمبيالات. وكان زمان الكمبيالات دي ليها أهمية، عشان كان عبد الناصر بيشحن القطن والحاجات دي، ويعني ليها حاجات طبعا مش داخل، مش الوضع مختلف حاليا عن زمان. واداني ربنا نعمة لدرجة أنا كنت واخد الكمبيالات العادية، يعني مع مجموعة طبعا، أنا كنت لسه جديد مليش كم شهر، واللي جنبي كمبيالات اللي هي يسموها المخصومة أو حاجة زي كده. فلما شاف طبعا هما بيتكلموا مع بعض الرؤساء، وبين الحيطان إزاز، فجيف مرة ندهلي قال لي إيه رأيك؟ قلت له إيه؟ قال لي أنا عايزك تيجي تشتغل معي. هو شافني اللي بيسمعه يعني من نائب المدير بتاع البنك. قلت له بصراحة أنا هنا لغاية الساعة 2:30 أقصاها بسيب، عشان أنا بعد الظهر عندي شغل تاني. قال لي تشتغل إيه؟ قلت له بشتغل عند ربنا. فضحك، قال لي تعالى بال كده يعني ايه برضاك بدل ما تجيلك من فوق. قلت له اعمل اللي انت عايزه وبمحبه، يعني مش قلتها وزعلان، يعمل اللي عايزه تفرقش معي. فراح كلم نائب المدير وقال له حصل كذا كذا كذا. فراح ايه بعت لي ده يعني اتحول من القسم ده للقسم ده. فروح هما يقعدوا يضحكوا وينكتوا ويعملوا ويسهروا. فقلت له اديني ايه اللي انا هعمله عشان اخلصه لك الساعه 2:30. فقال لي لا دي القعده اللي بعد كده هتاخد فيها فلوس اكتر من مرتبك. قلت له لا. فالمهم فضغط عليا، قلت احضر يوم ولا يومين، وقلت هحلها بالصلاه. فرحت صليت بعد يوم او يومين بالكتير، وانا داخل ندهلي قال لي انت عملت ايه اليومين دول؟ قلت له ليه؟ قال لي انا ليا مش عارف 30 سنه ولا كام سنه في البنك، نزل قرار ما شفتهوش في عمري. قلت له ايه القرار؟ قال بمناسبه مرور سنتين على انا مش عارف المؤسسه الاقتصاديه مش عارف اسمها ايه، واحنا يعني احنا متبعها، ممنوع أي واحد يجي قبل 8:15، وممنوع واحد يقعد بعد الساعة 2:15، لأنه اكتشفوا إن في سرقات بتحصل وبتتصلح فقبل الميعاد أو بعد الميعاد. فقال لي دي أول مرة أشوفها، أنت عملت إيه؟ قلت له ما عملتش حاجة، أنا بصلي. فالمهم فراح اللي هو المسؤول النائب الرئيس المدير، قال له انا ماسك حاجات مهمه علشان بنعمل الحاجات اللي طالبها عبد الناصر، بيستورد مش عارف ادوات مقابل قطن وحاجه زي كده عن طريق الكمبيالات.
قال القرار ده مش طالع لا مني ولا من المدير ولا من المدير العام بتاع بنك اسكندريه. قال له امال من فين؟ قال له ده من المؤسسه اللي واخده كل البنوك دي والشركات. ده قرار انا مش هقدر اقعد بعد 2 ربع. زي ما انت خضعت لي انا كمان هخضع لي، ما اقدرش ما اخضعش لي. ما اعرفش انها جايه من فوق اكتر. فاتعلمت من هذا الدرس ان احل مشاكلي ان انا اعرف اصلي. صدق. وما قلتلهوش تعمل ايه؟ انا قلت له انا انت حر، عايزني اشتغل بعد الظهر خليني، مش عايزني زي ما انت عايز يا رب. فهو ربنا اللي بيخطط. حرك البلد كلها. حرك كل المنطقه. فيعني ما نقلقش.